للعمل البرلماني جوانب عديدة ومختلفة، الجمهور ما بيكون عنده انكشاف على جميع جوانبها اللي منها مهم ومؤثر حتى لو ما كانت عناوينه بتتصدر إعلامنا. عن دور عضو البرلمان في عمليات المناصرة والمرافعة أمام الوزارات الحكومية رح نحكي مع وسيم حصري. يعطيك ألف عافية وسيم. يعطيك العافية مصطفى، تحياتي. لما منقول مناصرة ومرافعة شو معنى هالموضوع إذا بدنا نبلش من الأول؟ يعني المناصرة هي يعني عملية طرح أفكار واقتراحات لتغيير السياسات في المؤسسات الحكومية، مش بس بالمؤسسات الحكومية ولكن أيضا في داخل البرلمان. عمل النائب البرلماني هو يعني عمل مهم في داخل أروقة الكنيسة في كل ما يتعلق باستخدام الأدوات البرلمانية، الاستجوابات وطرح المواضيع على جدول الأعمال وتشريع القوانين، ولكن هناك جانب آخر مهم جدا وهو عملية مراقبة السلطة التنفيذية التي يقوم فيها النائب البرلماني. وموضوع المراقبة هو يعني تحريكه يتم عن طريق آليات مرافعة ومناصرة أمام الوزارات الحكومية، بمعنى أن النائب البرلماني يستغل وجوده في داخل البرلمان ويستغل وجود موظفين الدولة الكبار لتغيير السياسات ولطرح سياسات إضافية أو لطلب تعديل على هذه السياسات في الوزارات الحكومية. نحن في سيكوي نرافق هذه العمليات مع النواب الملتزمين بقضايا المساواة، مساواة الجماهير العربية في إسرائيل، ونرافقهم في المؤسسات الحكومية وأيضا داخل أروقة البرلمان. هذا ما نعنيه بالمناصرة. لما يعني أنا بحاجة تعطينا أمثلة كمان للمشاهدين، في أي قضايا مثلا ممكن توظيف المناصرة والمرافعة لخدمة قضيتك أو لإحقاق حق معين بدك توصل له؟ علينا الفصل بالأول بين المنتخبي الجمهور السياسيين وبين الموظفين الذين يعملون بشكل مهني. المواضيع هي يعني متعددة، مثل المواصلات العامة، التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام مثلا، في موضوع التخطيط والبناء. نحن نحتاج إلى مهنيين لكي يطرحوا المعيقات على موظفين الدولة اللي ما عندهمش اعتبارات سياسية في جوانب كثيرة في مناحي مهنية في الأساس. وبهذا احنا بنقدر نربط المهني بالسياسي عن طريق ان نجعل عضو البرلمان يلتقي مع هؤلاء في عملية مناصرة تعتمد في الأساس على مهنية وعلى معطيات وعلى بحث علمي اللي احنا بنقوم فيه وبنتساعد فيه مع أعضاء البرلمان. يعني هاي جوانب مش موجودة بالإعلام، وقد يكون الجمهور غير منكشف بالتفاصيل عليها وعلى تفاصيلها. تشجعون في سيكوي الناس أن تخرج وتؤثر بشكل فعال في التصويت ضمن حملات مختلفة. بدي أقول لكم يعطيكم العافية، وإذا في لك أي رسالة أخيرة بهمك توصل عبر المحتوى. يعني مهم لا نجلس على الحياد، مهمة النائب البرلماني هي أن يمثل التمثيل السياسي لناخبيه، وأيضا التأثير على عمليات المناصرة، وأيضا على مراكز اتخاذ القرار التي في الضرورة بتكون مهنية وتكون سياسية أيضا، ولكن علينا أن لا ننسى الجانب المهني. وأنا بطلب وآمل أن يخرج الناس إلى التصويت لإعطاء يعني هذه الثقة يعني مجددا في النواب الملتزمين بقضايا المساواة في داخل الكنيسة. شكرا جزيلا وسيم حصري، يعطيك العافية. يعطيك العافية مصطفى.